هو بس اقول لك انا اقعد ما انت بس... بقى الاول زملكاوي انت قول لي الاول انا زملكاوي انا انت زملكاوي عشان انت هتشتري من عندي ابقى زملكاوي يعني انت كده ما بتشجعش كوره مع لا شجع مصر حبيبي عايز بقى هي الغرفه والاستاذ اللي كان معايا قال لي ب 28 وعليها انتريه دي انا برضو عريس جديد ان شاء الله يعني الف مبروك حبيبي الله يبارك فيك والله انت عيله محروقه بقى سد انت عسل انت اللي طحينه وربنا المهم بس عايز اقول لحضرتك على حاجه اهو انت فرحتني كده وخليت احش ان انا ببيع هتبيع ان شاء الله بس تعمل معانا واجب محترم جدا انا عايز سفره كمان امسك بقى الورده دي مني انا عشان انت الله يخليك ثلاث غرف الله يمرس انا هعمل لك واجب والله كل اثنين على فكره اثنين مش واحد كل اوضه هنزل لك منها 5000 ربنا يبارك لك بس اقول اسال معلش انا بقاطع حضرتك بس انا هاخد الغرفه اللي هي ب 28 عليها انتري حلو تمام كده دول كده ب 28 28 السفره بقى حضرتك هتحسبها لي بكام هنزل لك 5 من حق السفره وهنزل لك 5 من حق لا هتشتري تاني انت ما هو نوم النوم هاخد عليها الانتري ب 28 اوضتين كده خلاص هدفع ال 28 ما عنديش مشكله طبعا. ممكن حمار الواد غبي والله والله شغال عند انا شغال عارف شغال مع يعني عشان بحب امه والله والله عشان بحب امه ما شاء الله ما شاء الله العربون اهو ده العربون هتعمل لي ايصال بالخمسه أيوة وتكتب لي فيه الحاجه وعايز وعايز اشوف الانتري الهديه اللي على اوضه النوم بعد اذنك الراجل ده غريب ربنا يستر هذا انت ريال نعم ابو الحاج حشيشه نعم ابو الحاج حشيشه عناية انت مين يا انا مين انت مين يا حبيبي انا صاحب المحل اللي هنا والله العظيم والله العظيم ده لسه جاي ده ولا ايه ادي الكرسي ادي الترابيزه كرسي كده تحطها كده احط ايه؟ ودي كده ما شاء الله الانتريه زي الفل ده الانتريه الهديه؟ والله العظيم والله انت راجل بركه تعرف الانتريه صغير عارف ليه؟ عشان المعلم بتاعنا صغير انت صغير يا معلم؟ يا عم هو كده هو ده انتريه ازاي؟ جاي سكر في الشاي تعال اقول لك حاجة السكر في الشاي طب ممكن سكر زيادة معلش تمام كده؟ نادي المعلم بقى بقول لك يا عم خد ال 3000 جنيه واتكل على الله ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ المعلم معلم على نفسك طب انت مين يا ابني؟ طب اعمل تقديم يا ابو الحاج